انا عندي مال فقدان دفع غرام 400، جيت اخر شيء سويت الهزه 35. المهم وصلت المن وصلت للرسم، الرسم قال لي تعالي لحد جيب 45، هسه جيت قال لي 60، حولني دور على الطرق والجسور 10. مين ما عندي انا مين يعني؟ يعني حتى الله يقبلها. روح ابوك تقبل ضميرك 400 غرامة، الرجاجة 35، رسم اي دفعت 400 هياتي. تفضل استاذ. شنو سيارتك؟ شنو سيارتك؟ سيارة نيسان سيارة. اي هاي غرامات يعني؟ على حين غرامات حرام عليك، بس من يقولوا لي على مبلغ معين واني شايله واجيبه يطلع غير مبلغ هذا الاختلاف. يعني انا امكانيتي قال لي 45 يجيب لي 60، دفعت ال 60، الدور يعاوني عليه من على الطرق والجسر ويقول لي تعال جيب على 10، انا ما عندي من اجيب 400 دفعت غرامه. أنا نكفل بها الله يخليك. بس هو عليه اكو غرامات، غرامات دافعها؟ دافع نعم، هي هي كلها دافعها، كلها دافعها. كمل هو كلها دافع. لا سيدي انا كمل. بارك الله فيك. دلل الحج دلل. شكرا استاذ، بارك الله بك، الله يكثر من امثالك استاذ.